بقولك ايه، هو احنا مش هنفرح بيكي ولا ايه؟ ده اذى وانت مالك؟ يعني مفيش حاجة جاية قريب؟ ده اذى وانت مالك؟ يعني خلاص بقى عايزين نخاوي الولد؟ ده اذى وانت مالك؟ يعني خلاص بقى مش هترجعوا وتكملوا؟ ده اذى وانت مالك؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها. انت مش محتاج خالص انك تفتش في اللي حواليك، مش محتاج خالص انك كل ما تشوف حد عدى عليه سن الجواز، واحده ما اتجوزتش وواحده اتجوزت وما خلفتش، انك تنصب نفسك الحاكم بامر الله والمسؤول عن رعايه حقوق الرعيه، وان انت منوط بان انت تعرف كل التفاصيل عن كل حد بيقابلك. دي كلها ازمات.